السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم أستاذ صادق. وصلنا معكم إلى بداية الفصل التاسع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي لشرح كتاب الـ Operating System Concepts اللي هو ما يسمى بكتاب الديناصورات الإصدار التاسع. الفصل التاسع راح يكون هو يعني تكملة لما شرحناه في الفصل الثامن، واللي هو ما زلنا في إدارة الذاكرة الرئيسية، واللي هي أحد وظائف نظام التشغيل. كيف يقوم نظام التشغيل بإدارة الذاكرة الرئيسية اللي نقصد بها الرام طبعا، وكيف يقوم بالتحويل ما بين اللوجيكال ادرس الذي يراه السي بي يو والفيزيكال ادرس الذي تراه الذاكره الحقيقيه او الفيزيائيه. في البدايه طبعا راح نتحدث عن باك جراوند، مقدمه عامه او معلومات اساسيه المفروض نعرفها. نصيحه لكل الاخوه والاخوات المتابعين، ضروري جدا انه يعني تقوموا بالاطلاع على شرح الفصل الثامن قبل البدء بالفصل التاسع، لانه اغلب المفاهيم اللي راح نتحدث عنها هنا هي تكمله او يعني متممة لما تحدثنا عنه في الفصل الثامن. فالباك جراوند طبعا بعض هذه المعلومات هي يعني مذكورة فعلا في الفصل الثامن. بعد ذلك راح نتحدث عن الديماند بيجينج، اللي هو عملية البيجينج أو تحويل أو تقسيم الذاكرة إلى صفحات عند الطلب، وهذه طبعا هي متعلقة بشكل كبير بتقنية البيجينج اللي تحدثت عنها في الفصل الثامن مثل ما ذكرنا. بعد ذلك راح نتحدث عن الكوبي اون رايت، البيج ريبليسمنت يعني استبدال الصفحات، اللوكيشن اوف فريمز تخصيص الفريمات في الذاكرة الرئيسية، الثراشنج، الميموري مابينج، مابت فايلز، اللوكيشن او اللوكيتنج كيرنل ميموري، وبقيه المواضيع الاخرى هذه راح اتحدث عنها ان شاء الله. الهدف من هذا الفصل هو لمعرفه فوائد ما يسمى بالفيرتشوال ميموري سيستم او نظام الذاكره الافتراضيه او الوهميه. طبعا راح نعرف شنو معنى الذاكره الافتراضيه او الوهميه. راح نشرح ايضا مفاهيم الديماند بيجينج اللي هو تقسيم الذاكره الى صفحات واستخدام البيجينج عند الطلب او عند الحاجه فقط. كذلك البيج ريبليسمنت او استبدال الصفحات عند عدم الحاجه لها وخوارزميات ذلك، الالوكيشن اوف بيج فريمز ايضا تخصيص الصفحات او الفريمات في الذاكره الفيزيائيه عند الحاجه لها من قبل النظام او من قبل المستخدمين. بعد ذلك راح نتحدث عن مفاهيم او اساسيات يعني ما يسمى بالوركينج سيت موديل او نموذج مجموعه العمل. راح نختبر العلاقه بين الشيرد ميموري والميموري مابت فايلز، واخيرا راح نستكشف How kernel memory is managed أو كيف يتم إدارة الذاكرة الخاصة بالكيرنل واللي هو نواة النظام، طبعا نظام التشغيل. بداية يعني الكود need to be in memory to execute but entire program rarely used، يعني كل برنامج نحتاج أنه نقوم بتنفيذه أو العمل عليه، سواء كان برنامج وورد، اكسل، اكسس، باوربوينت، ماتلاب، لغة برمجة، أي سوفت وير نقوم ب يعني فتحه أو العمل عليه في أي نوع من أنواع الحواسيب هو يتكون من كود، والكود طبعا يجب ان يكون في الذاكره، الذاكره الرئيسيه نقصد فيها الرام، لكي يتم تنفيذه. الا انه ليس شرطا ان يكون كل البرنامج موجودا في داخل الذاكره الرئيسيه، لانه مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقه كمثال دائما يعني اتطرق الى هذا المثال، انه برنامج الماتلاب مثلا اليوم هو يتكون من 7 او 8 جيجا بايت كحجم كلي بعد التنصيب او بعد التنزيل. فمن المستحيل ان يتم تحميل كل برنامج الماتلاب الى داخل الرام عندما نقوم بفتح برنامج الماتلاب، وانما يتم تحميل فقط جزء من الكود الذي يحتاجه المعالج لكي يبدا بتنفيذ البرنامج، وبعد ذلك يعني نستطيع استدعاء الروتينز او الفانكشنز او الكلاسز اللي نحتاجها اثناء التنفيذ، طبعا يعني عندما يستدعيها المبرمج او المصمم او المستخدم. الكثير من كودات الأخطاء، الروتينات الغير مستخدمة أو الدوال الغير مستخدمة، والكثير من هياكل البيانات الكبيرة لا يتم تحميلها مباشرة أثناء بدء تنفيذ البرنامج. طبعاً الـ entire program code not needed to be needed at the same time، يعني كل الكود الخاص بالبرنامج لا يتم الحاجة له في نفس الوقت، مثل ما ذكرنا هناك جزء من البرنامج فقط هو يكون أساسي لبدء عمل البرنامج، وبعد ذلك عندما نقوم باستدعاء الـ toolbox مثلاً أو صندوق أدوات الأنتنة مثلا او صندوق ادوات الوايرلس، يتم استدعاء هذا الكود من الهارد ديسك الى الرام او الذاكره الرئيسيه ويبدا العمل عليه. Consider ability to execute partially loaded program، يعني الفيرتشوال ميموري او ما سنتحدث عنه هو يعني يدور بالدرجه الاساس حول قابليه تنفيذ الكودات او البرامج التي جزء منها فقط يكون موجود في الرام ويعمل عليه المعالج. Programs no longer constrained by the unit of physical memory، البرامج في هذه الحالة لن تكون مقيدة بعد الآن بالحجم الحقيقي للذاكرة الفيزيائية، يعني إذا كان لدينا رام مقداره 16 جيجا بايت، هذا لا يعني أنه نستطيع فقط تنفيذ البرامج التي مجموع حجمها هو 16 جيجا بايت، وإنما نستطيع تنفيذ البرامج حتى إذا كان حجمها 6000 جيجا بايت فقط، لأنه جزء منها فقط راح يتم تحميله في داخل الرام في الوقت الواحد.
كل برنامج طبعا بهذه الطريقة راح يأخذ حيز أقل من الذاكرة، وبالتالي راح يكون أسرع في التنفيذ. والعديد من البرامج أو برامج أكثر سيتم يعني سيكون لدينا القابلية على تنفيذها في الوقت الواحد. هذه الأمور كلها راح تزيد من استغلال المعالج، وراح تزيد لنا من الثروبوت اللي هو عدد العمليات المنفذة في الثانية الواحدة، وبدون زيادة الريسبونس تايم أو التيرن أراوند تايم، يعني لن يكون هناك تأخير أو زيادة في زمن الاستجابة أو زمن التنفيذ الكلي. أيضا كل هذه الأمور راح تقلل لنا من الحاجة إلى عمليات الإدخال والإخراج أو عملية اللود والسواب، يعني تحميل البيانات من الهارد إلى الرام أو استبدال البيانات إلى الذاكرة لكل واحد من المستخدمين، وكل واحد من المستخدمين راح يحصل على سرعة تنفيذ أكبر. كل هذه الأمور راح نحصل عليها من خلال ما يسمى بال virtual memory واللي هي الذاكرة الافتراضية. مفهوم الذاكرة الافتراضية هو احنا بالفعل تحدثنا عنه في الفصل الثامن، هو اللي هو فصل الذاكرة المنطقية للمستخدمين عن الذاكرة الفيزيائية. مثل ما ذكرنا سابقا، المعالج يقوم بتوليد فد عنوان معين للبيانات التي يريد تنفيذها. هذا العنوان راح يكون هو logical address اللي هو العنوان المنطقي الذي هو ليس العنوان الحقيقي في الواقع، وإنما هناك ما يسمى بالميموري مانجمنت يونت التي هي وحدة إدارة الذاكرة، هي التي تقوم بتحويل اللوجيكال أدرس إلى فيزيكال أدرس. الفيزيكال أدرس هو العنوان الفيزيائي الحقيقي الذي تراه وحدة الذاكرة. طبعا هنا مثل ما ذكرنا كل هذه الأمور هي عادة لما تحدث عنه سابقا، جزء من البرنامج فقط سيكون فيها الذاكرة لغرض التنفيذ. حيز العنوان المنطقي يمكن أن يكون أكبر بكثير من حيز العنوان الفيزيائي، سيسمح لعنوان يعني حيز العنوان بأن يكون مشتركا بين عدة عمليات، يسمح لتنفيذ أو إنشاء عمليات بشكل أكثر كفاءة، أكثر برامج أكثر سيتم تنفيذها في الوقت الواحد، عمليات إدخال وإخراج أقل لغرض اللود والسواب سنحتاجها في أي وقت من الأوقات. الـ Virtual Address Space يعني حيز الذاكرة الافتراضي هنا راح يكون عندنا هو عبارة عن Logical View of how the process is stored in memory، هو عبارة عن وجهة النظر المنطقية لكيف كيفية خزن العملية في الذاكرة. عادة يبدأ من العنوان صفر، وتكون بقية العناوين هي عناوين متجاورة أو متسلسلة حتى الوصول إلى نهاية العنوان الخاص بكل واحدة من العمليات. في هذه الأثناء Physical Memory Organized in a Page Framed، يعني في نفس الوقت الذي تكون فيه Virtual Address Space مطابق لوجهة النظر المنطقية للعمليات ووجودها في الذاكرة، تكون الذاكرة الفيزيائية الحقيقية يتم إدارتها من خلال Page Frames أو Memory Management Unit. Memory Management Unit مثل ما ذكرنا راح تقوم بتحويل Logical إلى Physical Addresses. هنا الـ Virtual Memory نستطيع تنفيذها أو تمثيلها باستخدام الـ Demand Paging والـ Demand Segmentation اللي هو عملية الـ Paging عند الطلب أو عملية الـ Segmentation عند الطلب، وكلاهما الـ Paging والـ Segmentation سبق أن شرحناهما في الفصل الثامن. هذه طبعا كمثال بسيط على ما يحصل. الـ Virtual Memory اللي هو الذاكرة التي يراها المعالج أثناء التنفيذ يمكن أن تكون أكبر بكثير من الـ Physical Memory اللي هي الذاكرة الحقيقية أو الـ RAM الـ Random Access Memory اللي هي الذاكرة الرئيسية. هنا طبعا راح يصير عندنا عملية تحويل اللي هي الميموري مابينج اللي يتم إدارتها من قبل البيجينج أو السيجمنتيشن أو بصورة عامة الميموري مانجمنت يونت. بعد ذلك طبعا هنا راح يعني كل واحدة من البيجات التي يطلبها المعالج سيتم تحويل يعني تحويل البي الخاصة بها البيج إلى الاف الفريم الخاص بها، ويعني الحصول عليها من قبل الذاكرة الرئيسية. إذا لم تكن موجودة في الذاكرة الرئيسية فيتم جلبها من الباكينج ستور اللي هو عادة يكون الهارد ديسك أو القرص الصلب. الـ Virtual Address Space الحيز العنوان المنطقي أو الافتراضي لكل واحدة من العمليات عادة يتم تصميمه بحيث يكون الستاك يبدأ من أقصى عنوان منطقي، يعني من الأعلى شيء، يعني هذا الصفر وهذا الماكسيموم. هذا الماكسيموم قد يكون 10 كيلو بايت، 10 ميجا بايت، 10 جيجا بايت، اعتمادا على نوع العملية. طبعا الستاك اللي هو جزء من يعني من كود كل عملية راح يبدأ من الماكسيموم، وبقية أجزاء الكود اللي هي الكود والداتا والهيب ستبدأ من الأسفل. وطبعا هنا راح يبقى عندنا فد مجال فارغ الماكسيمم ماكسيمايز ادرس سبيس يوز. هنا طبعا هذا راح يكون كل مجال فارغ لغرض خزن البيانات التي تنتج اثناء التنفيذ. الان يوزد ادرس سبيس بين ذا تو از هول، هذه فجوه راح تبقى، لن نحتاج اي ذاكره فيزيائيه اضافيه ما الا اذا الستاك او الهيب يعني كبرت بشكل انه تبدا تتقاطع فيما بينها. عندما يتم ملء كل هذه الفجوة الموجودة ما بين الستاك والهيب، عند ذلك سنطلب فد صفحة جديدة أو new page. هذا طبعا راح يمكننا للسبارس address spaces يعني حيز الذاكرة المقطع أو المتفرق with holes left for growth، يعني طبعا هذه الفجوات راح تبقى موجودة تحسبا لنمو حجم البرنامج أو الكود أثناء التنفيذ. dynamically linked libraries إلى آخره، وأيضا يعني المكتبات الربط الديناميكية ممكن أن تأتي يعني يتم وضعها في داخل هذا الهول.
System libraries shared via mapping into virtual address space. هنا أيضا مكتبات النظام يتم مشاركتها عن طريق التحويل إلى نفس يعني حيز الذاكرة الافتراضي. الذاكرة المشتركة أيضا من خلال mapped paging read write into the virtual address space. يعني هذا الهول الموجود هنا سيتم يعني ملئها بالبيانات الناتجة أثناء التنفيذ، وكذلك مكتبات النظام، وكذلك الذاكرة المشتركة مع بقية العمليات وغيرها. Pages can be shared during the fork, speeding process creation. إحنا الفورك إذا تذكرون كن عندما تحدثنا في الفصل الرابع عن ال process creation، أحد ال system calls كانت هي الفورك تستخدم لإنشاء أو توليد فد processes جديدة. هنا العمليات أو البيجات الخاصة بال processes المشتركة طبعا راح يتم مشاركتها عند إنشاء العملية في البداية، مما يسرع يعني إنشاء العمليات الأخرى إذا كان هناك بيجات مشتركة فيما بينها. هنا نلاحظ بأنه إذا كانت لدينا shared libraries، يعني هذه البروسيس الأولى وفيها shared library، وهذه البروسيس الثانية وأيضا فيها shared library، هذه طبعا ستتشارك فيما بينها shared pages اللي هي صفحات مشتركة مثل ما تحدثنا عنها في الفصل الثامن. أول تقنية من تقنيات التنفيذ الـ virtual memory هو ما يسمى بالـ demand paging، واللي أيضا مثل ما ذكرنا الـ paging كتقنية تحدثنا عنها في الفصل الثامن، إلا أنه الـ demand paging هو عملية جلب الصفحة من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية، يعني من الباكينج ستور أو من الهارد ديسك إلى الذاكرة الرئيسية اللي هي الفيزيكال ميموري فقط عند الحاجة. ممكن أن تجلب كامل العملية إلى الذاكرة أثناء زمن التنفيذ، أو يمكن أن تجلب صفحة واحدة فقط من الذاكرة عند الحاجة لها فقط. هذا طبعا راح يتطلب يعني إدخال وإخراج أقل، لأنه نون أنسيسري إنبوت أوتبوت، فقط العمليات أو البيجات التي نحتاجها سيتم جلبها إلى الذاكرة الرئيسية. less memory needed طبعا ايضا يعني ذاكرة اقل سنحتاجها، زمن استجابة اسرع، عدد مستخدمين اكبر سنستطيع يعني استيعابهم وتنفيذ عملياتهم في الرام في الوقت الواحد. يشبه نظام البيجينج مع السوابينج مثل ما موجود هنا، يعني اذا كانت عندنا فد مجموعة من البروجرام اي اكتمل تنفيذه ولا نحتاجه يعني بعد الان، نقوم بعملية سواب اوت، نقوم باخراجه مع بياناته الجديدة ومع يعني السيفينج، نقوم بوضعه في الهارد، ثم بعد ذلك نقوم بعملية swap in اللي هو جلب برنامج جديد ووضعه في الذاكرة اللي هو البرنامج B في هذه الحالة. عندما ينتهي يعني CPU أو المعالج من تنفيذ البرنامج A نعمل له swap out، وعندما يطلب CPU برنامج ثاني اللي هو البروجرام B في هذه الحالة راح نعمل له swap in أو نقوم بإدخاله إلى الذاكرة. في هذه الحالة يعني الخوارزمية راح تكون ببساطة، إذا البيج كانت المطلوبة كانت موجودة سنقوم بالرجوع لها. إذا كان الـ invalid reference يعني إذا كانت هذه البيج هي خارج الـ address space الخاص بهذه العملية راح يكون عندنا addressing error فنعمل abort، يعني نقوم بإجهاض العملية. أما إذا لم إذا كانت البيج هي فعلا ضمن البروجرام مثلا، يعني إذا كانت عندنا page 1 و 2 و 3 ونفترض أن البروجرام B قام بطلب البيج 4، إذا كانت البيج 4 تابعة له يعني من ضمن الـ address space الخاص به ولكنها فقط غير موجودة في الذاكرة، نقوم بجلبها يعني not in memory just bring to memory، يعني اذا لم تكن موجوده فقط في الذاكره الرئيسيه نقوم بجلبها الى يعني من الذاكره الثانويه الى الذاكره الرئيسيه. اما اذا كانت هي invalid reference، يعني اذا كان البروجرام بي احنا نعرفه بالاصل هو لا يحتوي على page 4 ولكنه بسبب خطا يعني في الكود او خطا يعني بسبب اختراق او سوء استخدام قام بطلب البيج 4، بهذه الحاله راح تظهر رساله للمستخدم تقول له بانه انت ليس هناك page 4 خاصه بهذا البرنامج، يعني هذا invalid reference اللي هو يعني رجوع الى صفحه غير موجوده او خاطئه. هنا لأنه اسمه demand paging اللي هو يعني عملية الpaging عند الطلب، لذلك نسميه lazy swapper اللي هو المستبدل الكسول. عملية الاستبدال هنا تكون كسولة جدا، أي أنه لا نقوم باستبدال أي صفحة من الذاكرة ما لم يتم يعني طلب صفحة أخرى. يعني هنا ما دام أكو عندنا مجال فارغ لن تتم عملية السواب أوت، لن يقوم بإخراج أي عمليات من الذاكرة لأنه ما لم يكن هناك يعني حاجة فعلية لها. يعني ما عند فقط عندما تمتلئ الذاكرة تماما ونحتاج فقط على عملية السواب، نحتاج أنه نقوم بتفريغ جزء من الذاكرة، عند ذلك فقط سيقوم هذا السوابر اللي هو ليزي سوابر المستبدل الكسول بإخراج بعض العمليات أو بعض الصفحات وإدخال صفحات أخرى في مكانها، لأنه ليس هناك مكان فارغ فنحتاج يعني ضرورا يعني ملحة لعملية السوابينج أو الاستبدال. السوابر طبعا اللي هو عبارة عن كود وظيفته هو السواب أوت والسواب إن الذي يتعامل مع الصفحات يسمونه البيجر، فالبيجر هو عبارة عن السوابر الذي يتعامل مع الصفحات، مجرد يعني اسم ثاني له. البيسك كونسبت طبعا هذه الخاصة بالديماند بيجينج، with swapping page guesses which pages will be needed before swapping out again.
هنا طبعا السوابينج ليست عملية اعتباطية. البيجر اللي هو المستبدل للصفحات يجب أن يقوم بتخمين ما هي الصفحات التي سنحتاجها قبل أن يقوم بعملية إخراج الصفحات معينة من الذاكرة، لأنه لكي نتجنب يعني الإخراج للصفحات وإرجاء إدخالها مرة أخرى بشكل مكرر، لأن هذا الشيء هو عبارة عن إضاعة لموارد النظام. بدلا من ذلك الـ Pager brings in only those pages into memory، وبالتالي فهذا البيجر اللي هو مثل ما ذكرنا هو ليزي سوابر، يعني يقوم بالاستبدال بطريقة كسولة جدا، هو لا يقوم بإخراج أي شيء من الذاكرة إلا إذا كان هناك حاجة فعلية لجلب أشياء أخرى وليس لها مكان. كيف نقوم بحساب ما هي البيجات التي نحتاج إلى استبدالها؟ هذه طبعا راح تكون فد وظيفة جديدة للميموري مانجمنت يونت أو وحدة إدارة الذاكرة لكي تقوم بتنفيذها أثناء الديماند بيجينج. فإذا كانت البيج المطلوبة هي فعلا موجودة في الذاكرة فليس هناك فرق معين يعني عن الحالة الطبيعية، يعني مجرد أنه يقوم المعالج بالوصول لها. أما إذا كانت البيج المطلوبة غير موجودة في الذاكرة فنحتاج أن نقوم بفحص واختبار الصفحات في الذاكرة يعني أو جلب هذه البيج من الستورج اللي هي الذاكرة الثانوية أو الهارد ديسك. وبشرط بوجود هذين الشرطين يجب أن نقوم باستبدال الصفحات بدون تغيير سلوك البرنامج وبدون أن يقوم المبرمج بتغيير الكود، وإنما كل هذه الأمور يجب أن تكون من مسؤولية نظام التشغيل، ولذلك يعني هي يتم دراستها في ضمن منهج نظام التشغيل، لأنه كل هذه الأمور يجب أن تكون من وظائف نظام التشغيل بدون معرفة المستخدم وبدون حتى معرفة المبرمج في أغلب الأحيان. هنا أنا راح نستخدم ما يسمى بالvalid invalid bit واللي أيضا تحدثنا عنه في الفصل الثامن. كل واحدة من الحقول جدول الصفحات راح يحتوي على bit معين اللي هو V و I. ال V معناتها valid معناتها هذه الصفحة موجودة في الذاكرة، وال I معناتها invalid يعني هي غير صحيحة، هذه الصفحة معناتها غير موجودة في الذاكرة. فبالتالي لاحظ هنا بأنه إذا كانت V معناتها هذه البيج موجودة في الذاكرة أي أنه memory resident، وإذا كانت I فمعناتها هذه البيج غير موجودة في الذاكرة. طبعا نقصد بها الذاكرة الرئيسية اللي هي الرام، ولكنه ضروري جدا أن تكون هذه البيج موجودة في الذاكرة الثانوية وبعد ذلك يتم جلبها. بداية الـ valid invalid bit لكل الصفحات تكون I بالبداية لأنه ليس هناك شيء في الذاكرة يعني عند بدء تشغيل الحاسوب. هذه طبعا هنا عندنا في سناب شوت للحظة معينة هناك بعض البيجات موجودة وبعض البيجات غير موجودة، هذا البيج تيبل. أثناء عملية تحويل العناوين من قبل الميموري مانجمنت يونت، إذا كانت الـ valid invalid bit in page table is I معناتها page fault. البيج fault طبعا راح معناتها خطأ في الصفحة أو رجوع إلى صفحة خاطئة أو طلب صفحة غير موجودة في الذاكرة الرئيسية، هذه طبعا بعد ذلك راح نتحدث عنها وكيفية إدارتها إن شاء الله. الـ page table when some pages are not in the main memory، هنا اللي يحصل عندنا حاليا الـ logical memory هذه الذاكرة التي يراها المعالج أو يبحث عنها. البيج تيبل هنا عندنا موجود مثلا، هنا نلاحظ بانه البيج 0 هذه البيج 0 موجوده في الفريم اللي رقمه 4 واللي هي نوعها valid، فهنا نلاحظ بانه الفريم اللي رقمه 4 موجود في داخله الاي اللي هي البيج 0. بالنسبه للبيج 1 هي invalid غير موجوده، فنلاحظ هنا بانه البيج 1 هذه البي هي غير موجوده في الذاكره الرئيسيه. بالنسبه للبيج 2 هذه البيج 2 اللي هي تحتوي على سي هي موجودة في الفريم رقم 6، هذا الفريم رقم 6 واللي هو valid طبعا موجودة قيمة السي، وكذلك بالنسبة للبقية اللي موجودات هنا valid موجودات نلقاها في الذاكرة الرئيسية، واللي هي invalid راح تكون موجودة في الباكينج ستور اللي هي في الهارد ديسك. في المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نبدأ نتحدث عن البيج فولت، هذه اللي هي قبل قليل تحدثنا قلنا بأنه إذا يعني أثناء عملية تحويل العناوين من قبل الميموري مانجمنت يونت إذا كانت الـ valid invalid bit هي I فهذا راح يسبب فد انتربت للنظام اسمه page fault اللي هو الوصول الى صفحة او طلب صفحة غير موجودة. ما الذي سيقوم بعمله نظام التشغيل لكي يستجيب لهذا الشيء؟ راح نقوم بالتعرف على هذا الشيء ان شاء الله بشكل اكثر تفصيلا في المحاضرة القادمة. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.